السلام عليكم. عرفت بلدية بير حداد التابعة إقليميا لعين زال بولاية سطيف حادث مرور وفجع أليم راح ضحيتها سائق السيارة. وحسب ما هو متداول دائما في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية، فقد عرف الطريق الوطني رقم 78 حادث مرور خطير وعنيف بث الرعب والهلع وسط مستعملي الطريق، وخاصة بعد وفاة صاحب السيارة. الحادث تمثل في اصطدام مباشر وعنيف بين سيارة سياحية وشاحنة، ما تسبب في وفاة شخص ينحدر من ولاية بجاية وهو سائق سيارة، والذي تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلية. مصالح الدرك الوطنية المكلفة بأمن الطرقات تنقلت بدورها إلى عين المكان وفتحت تحقيقاتها في هذا الحادث الأليم، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور. إنا لله وإنا إليه راجعون.